في أبشرك الحمد لله يعني شباب موجودين في هالشركة يعني لولا الله ثمهم كان يعني أنا ما قال وصلنا زينا زي الشركات الأخرى. تأسست الشركة عام 2011 بموجب قرار من مجلس إدارة موبايلي، وفي الحقيقة يعني النظرة كانت نظرة استراتيجية أن الشركة هذه فتحت مجال لتوظيف الشباب السعوديين والشابات. ويعني شكر يعني أقدم الشكر صراحة لإدارة موبايلي السابقة والحالية لأنها أعطت الشباب مجال في العمل في وظائف متخصصة، وهذا نسميه في الحقيقة هنا في مجال التوظيف في المملكة العربية السعودية بتوطين الوظائف. بالطبع كانت البداية مع موبايلي، يعني موبايلي كانت هي اللي فتحت الباب، وانتقلنا الحمد لله في عام 2013 للسوق السعودي لأنه صار فيه صراحة طلب وصار استقطاب، وسببها الحمد لله من النوعية اللي تقدمها الشركة. أول شيء الاهتمام بالموظف وإعطاه حقوقه، وقبل ما يباشر الموظف عمله يتم تدريبه على بعض الدورات اللي هي تعطيه يعني فكرة عن مجال العمل اللي بيمارسه. لا أنسى أني أشكر صراحة وزارة العمل، يعني صراحة ممثلة بالقطاعات الأخرى بما فيها صندوق الموارد البشرية كان لهم الدعم الكبير. أكون صادق معك أنهم بعد التسهيلات اللي تمت في عملية المعاملات الإلكترونية سهلت علينا كثير من المشاكل والأمور اللي كانت تأخذ بالشهر بالشهرين ننهيها، اليوم بضغطة زرار. أنا بصراحة متفائل جدا في السوق السعودي انه بينافس كثير في مجال خدمة العملاء، ومتفائل كثير في الطرفين انهم يتفهمون ايش المعادلة بالضبط. هذا يعني يعطي تميز في الخدمة وهذا راضي ويمدح. الستاندرز حقتنا اللي احنا نبغى نشتغل فيها والمعايير اللي احنا بنشتغل فيها وبنقدمها للعملاء لازم تكون حسب التوقعات. فاحنا بدينا نبني فكرة جديدة وبدينا نسوق لها، والفكرة عبارة عن يعني استثمرنا شوي في البنية التحتية علشان العميل ما يتقيد بمركز الاتصال انه يكون عبء عليه يشيله، بدل ما مركز الاتصال يشيل الأعباء من العميل. احنا بدينا نخلي فكرة مركز الاتصال مور فيرتشوال، افتراضية. العميل ممكن يحط في اي مكان عملياته واحنا نوصل للمكان اللي هو يبغاه قبله، ممكن قبله يعني. ان توظيف الكفاءات والحفاظ عليها هي من اهم اهداف الموارد البشريه. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا على فريق مؤهل من خبراء التوظيف مدعمين بوسائل التقنيه الحديثه. منها على سبيل المثال اختبار تقييم الشخصيه والقدرات التقنيه. نسعى للحفاظ على هذه الكفاءات من خلال تقديم خدمات الموظفين باعلى المعايير. HR Operation Department مسؤول عن تقديم خدمات للموظفين على أعلى المعايير، من شأنها الحفاظ على الكفاءات اللي موجودة بالشركة. سعت الشركة خلال 5 سنوات الماضية من خلق بيئة عمل احترافية تشجع التنافسية من خلال إيجاد فرص تطور وظيفي للموظفين المميزين في أدائهم. جنب الكول سنتر ترينينج سنتر، طاقات هذا متخصص في برامج التدريب الخاصة بعملائنا وبالبرامج التشغيلية اللي تفيد الكول سنتر ومراكز الاتصال لجميع العملاء، وكمان تتطور وتثري الساحة، ساحة خدمة العملاء. يعني احنا اليوم نقدم برامج مجانية احيانا لبعض العملاء لنطور عندهم المهارات خدمة العملاء. كان للشركة الوطنية بدعم من موبايلي السبق في توفير وظائف من المنزل، نسميها الهوم ايجنت. يوجد لدينا الحمد لله شابات سعوديات من جميع أنحاء المدن في المملكة العربية السعودية في منازلهم، يطبق عليهم الأنظمة المتبعة، حقوقهم الحمد لله كاملة، لا التأمين الطبي ولا الالتحاق في تقاعد. والأمور يعني صايرة الآن من الناحية التقنية سهلة، إن الآنسة اللي ما ترغب أنها تأتي للمكتب تبقى في البيت، والأنظمة موجودة والأساليب الاتصال موجودة والمتابعة موجودة. حرصت حلول الأولى على التوسع في سوق خدمات الأعمال، وذلك بخدمة العديد من العملاء في قطاعات مختلفة.
منها قطاع الحكومي وشبه الحكومي، قطاع الاتصالات والقطاع المالي، قطاع الصحي وقطاع التأمين، بالإضافة إلى قطاع التجزئة. يقوم قسم المبيعات في الشركة بتعريف العملاء بخدمات الشركة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول العملية للعملاء وخدمة العملاء ما بعد البيع وإدارة المشاريع. الأمور المالية تطورت مع التطور. كنا مركزين بالبداية زي ما حكيت على موبايلي، بدينا من 2013 نتوسع مع حتى مع الثيرد بارتي اللي هم الأوتسايد، بدينا نقدم خدمات للبنوك، بدينا نقدم خدمات لشركات تكنولوجي، بدينا نقدم خدمات للمشاريع الهندسية، فتوسعت أعمال الشركة ومعها نمت الإيرادات الحمد لله وصافي الدخل وكذلك حقوق المساهمين. والله الشركة الوطنية يعني أتوقع أنها أسست أساس صلب في السوق السعودي، وقادرة في السنوات القادمة أنها تحقق مزيد من النتائج المالية. عندنا تصور للمستقبل القريب اللي هو يعني تقريبا 3 سنوات ان احنا حندخل في بزنس بروسيس اوتسورسينج، هذا مجال واسع في البلد وحيكون له انعكاسات ايجابيه كبيره على الشركه ان شاء الله. ابارك لحلول الاولى مرور 5 اعوام على افتتاح الشركه، واتمنى ان تكون ان شاء الله 5 اعوام القادمه تحمل النجاح والنمو والازدهار للشركه. بمناسبة تدشين الشعار الجديد، أنا أبارك للشركة الوطنية لحلول الأعمال مكونة من فريق عمل مبهر، ودائما أحس أنهم أكثر من إخواني. أبارك لهم النجاحات اللي صارت، وأتمنى إن شاء الله أن يكون 5 سنوات الجاية كمان امتداد للنجاحات اللي صارت، وألف مبروك لنا كلنا، والله يوفقكم جميعا إن شاء الله. نحتفل اليوم بنجاحنا خلال 5 اعوام في الشركة الوطنية لحلول الاعمال، كما اشكر زملائي وابارك لهم اطلاق الهوية الجديدة حلول الاولى. حابب الحقيقة اشكر الموظفين كلهم خلال 5 سنوات اللي فاتت، اسسوا اساس كبير للشركة، ومبروكين على الهوية الجديدة اللي ان شاء الله حتكون دافع للمستقبل. مبروك.